قصة البدون التي ولدت في السيارة بالمناسبة ليست نادرة، لكنها لأنها صورت تعاطف الناس معها. وإلا فترة بدون كثير يطردون من المستشفيات، إما ولادة ولا حالة قلب، بعضهم حالة قلب يموت عند باب المستشفى، إما بدون أو شخص أجنبي ما عنده فلوس تكفي للعلاج في المستشفيات الخاصة. هذا التصرف لا يمكن أن يحصل في دول أوروبا، لا يمكن أن يحصل في أمريكا. إما مع الأسف الشديد إما إنسانية ما يرفضون الحاجة هذه إنسانية، أو أنه هناك وسيلة يمين ولا يسار دبل طريقة. يعني حتى في أمريكا التي فيها العلاج ما هو مجاني، هناك كوميونيتي هوسبيتالز التي تعطيك الحد الأساسي للعلاج، والتي كثير منها قائم على التبرعات أهل الخير. فمع الأسف الشديد فقط في بلادنا السادية هي الغالبة، والإنسانية منزوعة. وحتى الإنسان الطيب ما يقدر يسوي شيء. إنسان طيب في المستشفى ما يقدر، مدير المستشفى طيب يخاف يعاقب، يخاف يجرم إذا سمح بشخص أنه يعالج. فالناس يدربون على السادية، يجبرون إجبارا. يعني أنت المرة الأولى تفعلها مضطرا، أنك ترفض مضطرا وتخاف وتبكي، ومرة ثانية تتعود، مرة ثالثة خلاص صير شيء طبيعي وتتكرر على المستوى الجماعي، فيصبح الأصل عند الناس أن تكون ساديا وأن تكون منزوع الإنسانية. ليس على مستوى الصحة فقط، حتى على مستوى التعليم وعلى مستوى الخدمات الأخرى. يعني شوفت عينكم هنا في بريطانيا بنغالي ولا يمني جاي ما معه شيء أبد، يحصل على الخدمات ويحصل على السكن ويحصل على الصحة والتعليم ما دام وصل أرض بريطانيا، وهم قدم لجوء حتى لو كان يعني ما عنده مبررات لجوء، يحصل على هذه الأمور كما يحصل عليها رئيس وزراء. لماذا هؤلاء يقدمون هذا المستوى من العدل، ونحن والعياذ بالله دين الإسلام نرفض شخص أخ حتى لو كان غير مسلم، لكن يا أخي مسلم عربي وولد عمك من البدون، تحرمه من الدخول إلى المستشفى.